مشاهدي اوريزون تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الرياضي زوم سبور. والبدايه مشاهدينا ببعثة فريق الوداد الرياضي التي توجهت صباح اليوم الى تونس قصد مواجهة نادي اهلي طرابلس الليبي في المباراة التي تندرج ضمن دوري ابطال العرب. فريق الوداد الرياضي سبق وتعادل مع الفريق الليبي هنا بمركب محمد الخامس يوم الاثنين الماضي بهدف لمثل في نتيجة اعتبرها الجمهور الودادي سلبية. مساعد مدرب الفريق الليبي محمد علي زويزي يتكلم عن المباراة. الحمد لله النتيجة نعتبرها مرضية ان شاء الله نظرا لكون الفريق طبعا زي ما تعرف احنا ما خديناش فترة اعداد كويسة، لكن الحمد لله على كل حال هذه تأجلت، لكن التأجيل طبعا ما نبوش نقولوا انه كان عامل سلبي علينا، بالعكس كان عامل ايجابي، لان ديك الفترة الكابتن ايهاب كان ليه 10 ايام معنا في من برام العقد نتاع الفرصة اللي كنا حصلنا وقت لباس به في قمنا بمعسكر في مصر، وقف على مستويات اللاعبين اللي هو الاغلب اللاعبين كانوا انتدابات جديدة على الفريق. بالنسبة للعامل اللياقة البدنية حاولنا نشتغلوا مع الفريق كأنه نهاية موسم، لأننا ما حصلناش فترة أعداد بدني كبيرة ياسر. إن شاء الله يعني الليلة نكون إن شاء الله في الرحلة إن شاء الله لتونس، ومن بعد إن شاء الله الكابتن ياب يعطينا البرنامج الثلاث أيام القادمة إن شاء الله. الفريق الأحمر مشاهدي الكرام سيقوده التعاقد حديثا مع الفريق الأحمر نويل طوزي. هناك من قال بأنه سيشتغل في الإدارة التقنية، هناك من قال بأنه سيكون هو المدرب المقبل لفريق الوداد الرياضي رفقة اللاعب موسى نضاو. فريق الوداد الرياضي أو جماهير النادي الأحمر مستاء من الخارجات الإعلامية الأخيرة لسعيد الناصري التي أدلى بها مؤخرا لوسائل الإعلام، حيث أكد على أن مجموعة من المدربين لم يريدون التعاقد مع الفريق الأحمر بسبب الظرفية الراهنة، وهناك من قال بأنه لا يريد المجازفة بمصاره في هذه الفترة، خاصة وأن فريق الوداد الرياضي مقبل على مباريات حاسمة. جماهير الوداد الرياضي قالت كيف يعقل للمدربين أن لا يتعاقدوا مع فريق بحجم فريق الوداد الرياضي. وعلاقة دائما بالفريق الأحمر نستمع لتصريح مؤثر للمعد البدني مناف نابي التونسي، وهو يتكلم عن النفسية التي وصل إليها اللاعبون ويخاطب جماهير فريق الوداد الرياضي في تصريح مؤثر. والله شوف اليوم كما تعرف كما شفت الناس كل الاولاد معناها مهما باش تعمل 48 ساعة ونحبوا ولا نكرهوا الناس كل باللي عملنا وانا تيلزي تو لي مويان باش نحاولوا نرجعوا المورال ديال الدراري، لكن كما تعرف راهو لي جوار راهم بشر راهو سي با فاسيل دو ميتريزي لي زيموسيون دون 48 ساعة كاين عندنا ان بلوكاج مونتال الناس كل تقريب بلاد كامله يعني سي با فاسيل، لكن احنا من الطاف ربي انا واحد من الناس اليوم صدقني جو مفوض ريزولتا اكثر من اللي نحمد في ربي ما خرجوليش دي بليسير، خاطر وقت اللي يكون المونتال ما يكونش موجود الحمد لله اليوم دراري اون دوميني اون اسي، لكن ديما نفس المشكله اون كري با يا با سوليسيون دوفون الكاج، لكن كما قلت لك راه اللي صاير اليوم سي ان بلوكاج مونتال يا با تكتيك يا با فيزيك يا كو لو مونتال كي مارش با، دونك وقت اللي المونتال ما يكونش باللي تعمل راه سي با فاسيل دو 48 ساعة كوميم، راه الماتش ضرنا برشا معناها في ظرف يومين باش تلقى الملاعبيه معناها حاضرين على المستوى الذهني. انا نقول لك حاجه ما قصروش الدراري الفو بروتيجي نو جوار، الجوارات نتاعنا قاعدين يديروا اللي عليهم، راه ما تتوقعش ملاعبي من ملاعبيه الوداد يكون فرحان اليوم خارج من الشامبيونز ليغ مهما تكون راهو اثرت فينا برشا، لكن شوف احنا رانا ما دامنا نتنفسوا ما دامنا عايشين يفو سافوار فيفر، لازمك تتعلم كيفاش تقاوم لازمك تعاوم، هذيك الحياه راهو هذاك الفوتبول هذيك الشهر نتاع الكره راهو مش ديما راك فرحان، ميزو يفو نتعلموا كيفاش ميتريز لي زيموسيون نتاعنا، دونك شوف لازمنا نقولوا الناس كل يد واحده بلاد كامله الناس كلها رانا 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 راهي الوداد راهي تاريخ راهي دي وداد كبيره راهي لازم تفهموا اللي راهي الوداد جمعيه كبيره وان شاء الله ان شاء الله ما تراو منها كل خير ونوعدوكم اللي احنا قدرة ربي بالذراري هذم بالعزيمه ان شاء الله نجيبوا الكاليفيكاسيون ونفرحوا الناس. وطبعا مشاهدي الكرام فليس من السهل ان تغادر مسابقه كنت انت البطل فيها في السنه الماضيه، وفي نفس المسابقه دوري ابطال العرب فريق الرجاء الرياضي بدوره يستعد للمواجهه القادمه أمام السلام زغرة اللبناني في المباراة التي ستجرى يوم السبت القادم هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة 7 مساء. عبد الرحيم شاكر لاعب فريق الرجاء الرياضي يتكلم عن الاستعدادات لهذه المواجهة. فبالنسبة للمباراة ديال كأس العرب عندنا ماتش ماشي سهل، ماتش خصنا نحتاطوا منه،
فريق الخاصة عنده عناصر في المستوى سير تشوف في الهجوم، فان شاء الله حنا كنجريو ماتش بار ماتش. عندنا كوب ضرب هاد السيمانه ان شاء الله اللي خصنا نحققوا فيه واحد النتيجه ايجابيه اللي تسمح لينا قدام الجمهور ديالنا ونقدموا لهم واحد العرض جيد اللي يتمتعوا به ان شاء الله ونعطيهم التاهيل ان شاء الله. المباراة مشاهدي الكرام سيقودها طاقم تحكيمي من مصر بقيادة الحكم محمد البنا، وعلاقة دائما بفريق رجاء الرياضي سيتوجه يوم الأحد القادم إلى نيجيريا لمواجهة فريق نيمبا النيجيري لحساب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إذ أصبح فريق رجاء الرياضي الممثل الوحيد للكرة المغربية مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية قصد مواصلة المشوار والوصول إلى المبتغى ألا وهو الفوز باللقب. ومن منافسات الإفريقية مشاهدي الكرام إلى دور ثمن نهائي كأس العرش، حيث تجرى في هذه الأثناء مباراة أولمبيك ريبكا والنهضة البركانية، فيما مباراة الوداد ضد اتحاد طنجة حدد لها 3 أكتوبر كموعد لإجرائها بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وعلاقة بالبطولة الوطنية، حيث مجموعة من المدربين بدأوا رقصة تغيير المدربين، حيث بعد تغيير مدرب مرابط بالعجلاني في اتحاد طنجة، المولودية الوجدية تسير في اتجاه إقالة كركاش وتعويضه بأحد المدربين إن لم تحالف النتيجة في المباراة القادمة. وعلى نفس المنوال النهضة البركانية تسير في أن تفك ارتباطها بجعوان مباشرة بعد الخروج من المنافسات الإفريقية. وهنا يطرح السؤال، فكيف لفريق أول تجربة له إفريقية يطالب مدربه بالوصول إلى مبتغى أكبر فيما المرابط غادر اتحاد طنجة وبطل الموسم الماضي ولم ينهزم حتى الآن، لكن إدارة النادي فكرت واختارت العجلاني كبديل له ووضعت له شروط ألا وهي الوصول إلى المراكز 3 في نهاية البطولة وكذلك البلوغ إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مشاهدي الكرام الآن وصلنا إلى فقرة ميكرو زون. ميكرو زوم مشاهدي الكرام كان له سؤال وحيد، هو ما سبب تراجع المستوى أو مستوى فريق الوداد الرياضي؟ الوداد لعب يمكن حيت المارشاش بزاف، هاد لعبوا مارشاش بزاف وكاين العيا وصافي. التبديل ديال المدرب هو اللي أثر على بزاف الوداد. الصراحة فريق الوداد خصو مدرب سكيشي وما دار والو، ما بقاش ما صارش اللعب. دار مؤخرا بزاف ديال المباريات، كان عندهم كأس العرش والبطولة وأمم الإفريقية، أثرت عليهم بدنيا باش يحقوا التأهل في كأس إفريقيا. خص الناصري يشوف شي طريقة باش يفكوا الوداد من هاد الأزمة اللي فيها دابا، حيت ما عجبناش هادشي اللي فيه دابا الوداد. ومن ميكرو زوم مشاهدي الكرام إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة صورة اليوم. صورة اليوم مشاهدي الكرام وفيديو اليوم هو للقطة من كرة القدم داخل الصالة، ونشاهد هذه الحركة التي اخترناها لكم، ونترك لكم التعليق عن هذه اللقطة تبين صراحة مراوغة رائعة وخاصة القنطرة الصغيرة كانت أروع. مشاهدي الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.